بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم وفيديو جديد. والفيديو بتاعنا النهاردة هو كيفية سداد فروق الفحص أو الغرامات أو مقابل التأخير عن فترات سابقة. طيب، يمكن كنا عملنا فيديو قديم شوية بهذا الخصوص، ولكن حبينا نوضح إيه هي الحاجات اللي حصل فيها تحديث، وبالتالي بنعمل النهاردة هذا الفيديو. بفكر حضراتكم طبعا أنتم تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وتفعلوا الجرس، وتتابعونا كمان على قنواتنا في السوشيال ميديا، على اكس حاليا عندنا، وعلى التليجرام، وعلى التيك توك كمان انضم لينا مؤخرا. بفكركم برضو ان هذه او هذا الفيديو هو تحت مجموعة الفيديوهات الخاصة بضرائب واحد وضرائب اتنين، وضرائب واحد وضرائب اتنين هما بيضموا كل ما يخص منظومة الضرائب سواء الجديدة أو القديمة، تمام؟ وبالتالي تلاقي فيها كل اللي حضرتك محتاجه وتقدر تعمله على منظومة الساب. عشان ما أطولش على حضراتكم، هنروح على طول على المنظومة، وهنخش على نماذج، هنعمل إضافة نموذج، هنختار هنا حسابات الممولين، وهنحدد نوع النموذج. طبعا في طلب تسوية وتصحيح كنا عملنا له فيديو، طلب إصدار موقف ضريبي وشاشة المدفوعات، وهنعمل موافق. طبعا بيظهر لي هنا شاشة سداد الممول لفترات سابقة وبيانات أساسية للممول زي ما حضرتك شايف، وبيجي تحت عندي هنا بيانات السداد، نوع الضريبة سواء خصم وتحصيل، قيمة مضافة، رسم تنمية، ضريبة دخل، ضريبة دمغة، ضريبة مرتبات، وليكن مثلا ضريبة دخل. بيقول لي إيه هو بند السداد، هل هو مقابل تأخير، مادة 147، فروق فحص أذون خزانة وسندات سنوات سابقة، فروق فحص تجاري وصناعي، فروق فحص شركات أموال، فروق فحص المادة 46، عمولات وسمسرة. طبعا بقى كل إيه، مادة 87 مكرر، مقابل تأخير أرباح تجارية، تأخير شركات أموال، توزيعات أسهم، وكل بقى الإيه البنود، إقرار تجاري، إقرار شركات مساهمة، مساهمة تكافلية، كل واخد بال حضرتك اللي انت محتاجه. هختار انا مثلا هنا ان انا عندي فروق مثلا، واخد بال حضرتك، فحص كويس لسنوات سابقه، يعني هقول هو فروق فحص تجاري وصناعي مثلا. هيقول لي الفتره، فهتبتدي حضرتك يجي لي من سنه 73. هختار بقى السنه طبعا اللي انا ايه اللي انا عايزها، وليكن مثلا 2015 مثلا. هحط المبلغ 1000 جنيه مثلا، واعمل تحقق، فيقول لي نجح الفحص، لم يتم العثور على ايه؟ على اخطاء. ساعتها هعمل تقديم، تمام؟ واول ما اعمل تقديم هيبتدي يظهر لي في المدفوعات مدفوعه، واخد بال حضرتك، اقدر ان انا ايه ارجع لها واسددها زي ما انتم عارفين من المنظومه الرئيسيه زي ما اوريكم حالا. طبعا هروح هنا من الاقرارات، واخترت المدفوعات المرتبطه بمنظومه الميكنه الشامله، المفروض هيطلع عندي هنا على طول كويس مدفوعه. المدفوعه دي طبعا هاخدها بقى سواء هي هدفعها بالفيزا لو هي تتحمل الفيزا، او ان انا هروح واخد بال حضرتك اخد المطالبه واروح بيها البنك اسددها هناك. ده كان فيديو سريع عن كيفيه سداد اي شيء يخص الفترات الضريبيه السابقه. متشكر ليكم، ما تنسوش تابعونا، شوفوا فيديوهات تانية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.